اعتادت مؤسسة الشهداء أن تحيي اليوم الوطني للمقابر الجماعية في كل عام من موقع إحدى المقابر لضحايا جرائم حزب البعث كدلالة حية على إجرام هذا الحزب القمعي. وببالغ الحزن والأسى نستذكر الذكرى سنوية وندعو لشهدائنا بالرحمة والغفران. كما تعلمون مؤسسة الشهداء هي المعنية برعاية ذوي الشهداء، وأيضا من الجانب الآخر معنية بتخليد ذكرى الشهداء من مواقفهم وبطولاتهم وصمودهم والحفاظ على المبادئ وتحرير العراق من السلطة البعثية السابقة نتيجة الإجراءات التحسفية والإجراءات الإجرامية اللي قام بها حزب البعث والطغمة الصدامية في قبل 2003. واحدة من الشواهد الكبيرة على ظلم نظام صدام حسين هي المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بعد عام 2003 بعد سقوط الصنم. هناك واقعا مقابر كثيرة، سيتم في يوم المقابر الجماعية افتتاح المقبرة الجماعية النموذجية في كربلاء المقدسة، وهي مقبرة تم جمعها من قبل ابتداء من قبل وزارة حقوق الإنسان، وبعدها تحول لهذا الملف إلى مؤسسة الشهداء. قامت مؤسسة الشهداء بتأهيل هذه المقبرة. المقبرة عبارة عن أربع مقابر مجموعة من مختلف يعني أنحاء العراق. المقابر الجماعية هي بمثابة دليل للجرائم البشعة التي قام بها النظام البعثي البائد ضد النساء والأطفال والشباب وكبار السن من الناس المدنيين في كردستان والمناطق الوسطى والجنوبية في العراق. نحن بحاجة إلى أن نستخلص العبر والدروس من هذه المقابر الذين ضحوا بالغالي والنفيس، حتى لا يكون هنالك نوع من التضحيات الجديدة التي نحن لسنا بحاجة لها في المرحلة المقبلة. العراق ذاهب إلى التعايش السلمي، وأن يكون هنالك نسيج مجتمعي متماسك هو يذهب باتجاه بناء الدولة بشكل كامل. تعد هذه الجريمة اعتداء على حياة الضحايا، وتكون بمثابة انتهاك لكرامة الإنسان وجسده بعد استشهادهم وحرمانهم من الدفن والقبر الخاص بهم. وفي الختام نقدم إجلالنا وتقديرنا لشهداء المقابر الجماعية والرحمة لأرواحهم أسكنهم الله فسيح جناته. لبرنامج صباح الخير يا عراق، شيماء العبيدي، قناة العراقية.